يطلعوا جلال الداودي بنقلتين كويسين، يقرب من المناطق المؤثره في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. لسه كنت بتكلم بيسجل على طول مروان سعدان، لسه بتكلم نادي الزمالك في التراجع الدفاعي بدون اي داعي. مروان سعدان واحد واحد في وقت صعب جدا، الدقيقه 40 من احداث الشوط الاول، وفرحه جماهير الفتح الرباطي في ملعبهم بعد الجون والعرضيه اللي عملوها من ناحيه اليمين جلال الداودي اللي اقتحم كويس قوي، والشناوي اللي شال قبلها ثلاث اربع كرات في منتهى الخطوره، واحد واحد. مصطفى كوندي اللي بره ده اللاعب البديل بيشد من ازر زمايله كده، انما اتعملت العرضيه هنشوفها تاني اللي فاتت اهي، مشوها كويس قوي مراد باتنا وجلال الداودي، واتعملت عرضيه موجود عمر جابر لسه جاي يغطي، انما هدف التعديل للفتح الرباطي. محمد الشحاني هو اللي عمل العرضيه على فكره، لاعب رقم 13، وعدت الكره من علي جبر بشكل غريب. يسأل علي جبر، يسأل عمر